الوظيفة العمومية رفع الأجور تمس تقريبا 2,800,000 موظف ومتقاعد متعاقد. أما بما يخص معاش التقاعد تقريبا 2,980,000 راح تستافد، ما يعطينا تقريبا 6,000,000 عائلة جزائرية راح تستافد من رفع بالأجور ومعاشات التقاعد. زيادة على هذا بما يخص منحة البطالة، أكثر من 1,900,000 راح يستافدوا بزيادة تقريبا 2,000 دينار، ما يجعل الزيادة تكون يعني المنحة تكون 1,500,000، وهذا راح تدخل حيز تنفيذ في شهر جانفي. يعني كل البطالين اللي كانوا يستافدوا من منحة البطالة راح يستافدوا من خلال شهر جانفي هذا بمنحة 1,500,000. نفس الشيء راح يجي بما يخص الأجور، يعني كنا ندير الحساب الإجمالي تقريبا 8 ملايين بين أجر ومنحة ومعاش، راح يعني تم الرفع تاعها من في ميزانية الدولة، وهذا بقرار اللي هو تاريخي من سيد رئيس الجمهورية.